الحمد لله على السلامة مولاي، الله يخلي لنا اياك ويديمك فوق راسنا. شكرا يا مصطفى. انا اشتقت لك كثير وخفت عليك. وانا اشتقت لك كمان. بوعدك ما عاد نفترق بنوب. ان شاء الله بالمرات الجاية راح اخذك معي. هويام. كيفك؟ مولاي، لو تعرف قديش تعذبت بغيابك. كنت عم عد الساعات لشوف نور وشك يا سلطاني. نحن هلأ صرنا مناح. بيزيد حبيب قلبي، سلطانة ست ألفت. أهلا وسهلا يا سلطانة، تفضلي عدي. بالي مشغول على السلطانة خديجة، قليلي كيف صحتها؟ منيحة، الست فريال على طول معها، السلطانة مرتحت لها. نشكر الله، أنا مبسوطة بهالشي. يا ترى ليش فريال بالذات بعتوها لهنيك؟ السلطانة الأم أمرتهم يبعتوها. الست فريال رح تكون هنيك مفيدة أكتر من إنه تضل عنا بالقصر. اليوم لقيت هذا الحجاب. مولاي السلطان هداني هالحجاب وقت اللي حملت بمحمد. كتير حلو ومميز. مزبوط، ولادي إجوا كلهم بخير وسلامة، ويمكن بسبب هالحجاب وأواني كمان. والسلطانة خديجة بحملة هلأ، أكيد بحاجته، وبهالحالة رح تعفي عنك. حلوة هاللفتة منك، عن جد الحجاب رح يحميها والسلطانة رح تحبه كتير. بكرة رح زورها للسلطانة خديجة. بتروحي معي ست ألفت؟ ليش لا؟ خلص بكرة بنروح مع بعضنا. المدرب وعدني انه بكره رح نكون راكبين على الخيل ونحن عم نتبارز. يعني بهيك حاله مولاي رح تاخذني معك بالحمله الجايه؟ انا رح صير محارب قوي. انا كثير مبسوط منك يا مصطفى، بس قبل كل شيء المفروض انك تكون محارب رحيم وعادل. يا مصطفى، الكتب اللي حكيت لك عنهم صاروا هون، بعد صلاه الجمعه بروح انا وياك منشوفهم. كيف بدي افهم لغه هي الكتب مولاي؟ إبراهيم باشا هو اللي بده يعلمك. رح تتعلم اللغة الإيطالية مثل ما تعلمت العربية والفارسية. مصطفى يلا على أوضتك، يلا قوم إلي حديث مع أمك. كثير واضح اهتمامك بالأمير يا نائب دوران. أنا مبسوط من تربايته ومبسوط لاهتمامك فيه. أنا عم أعمل واجبي مو أكثر يا مولاي. تقديرك واحترامك هو الشيء الوحيد اللي كنت بتمناه. في موضوع كثير مهم حابب حاكيكي فيه.
تفضلوا مولاي عم بسمع. لأنك زوجتي وأمه لولي العهد، أنا خصصت لك مبلغ كبير مشان تقومي بالأعمال الخيرية اللي بتشوفيها مناسبة. فرحتني كتير بهالمكارم، بفضلكم رح يدعوا لي كل الناس. هاي أحلى خبرية سمعتها بكل حياتي. الله يحميك يا مولاي. أنا رايح، تصبح على خير. يلا هلأ الكل يحني راسه لشوف. ممتاز ممتاز، كمان هيك شوي. ممتاز، حلو كتير حلو كتير. احني، شو بكى انتي؟ ليش مو عاملة متلون؟ طالعة متل الزرافة. انحني هلأ، اذا بكرة اجت السلطانة الام لهون هيك بدك تضلي واقفة على حيلك متل العمود؟ يلا انحني كمان. حلو والله. شو وينه سنبول؟ والله هو ما بيقول وين بيروح يا سلطانة، وتارك كل الشغل فوق راسي. وقام أنا بدي أعمل سبيلين لمية الشرب. شوفولي أكتر الحارات اللي بحاجة لنبلش فورا، وكمان رح أعمل حمام. ما شاء الله يا سلطانة، والله رح يدعو لك كتير، رح خليهم يدوروا لك. سلطانة، يلا رح نعيد من الأول. بجوز وقام بكرة يخبر السلطانة هميام. أنا أصلاً بدي إياها تعرف، لهيك يا كوثر قلت قدام الجواري. إذا هو أو غيره المهم إنه يوصل للخبر. خديجة بنتي. سلطانة، ابني الصغير الحلو ما رضي يتركني. شوفي ما أحلى، ما شاء الله الخالق الناطق أنت لما كنت صغيرة. حلو كتير ما شاء الله عليه. الله يخلي لك يا سلطانة. آمين. ولدت بصعوبة كبيرة، ولو ما السلطانة هيام كانت موجودة ما كنا عرفنا شو بدنا نساوي. هيام؟ ايه يا سلطانة، هيام أنقذته. طلعت شغلة من تمه بسببها ما كان عم يقدر يتنفس. وكيفه هلأ؟ قالت الحكيمة إنه هلأ لازم عيناي، إن شاء الله رح يصير طبيعي بأسرع وقت. جيبوا الحكيمة، هالطفل ولدان قبل موعده. لازم الحكيمة ما تتركه أبداً، لازم ابنك يضل تحت المراقبة ليل نهار، وخلوا خديجة ترتاح. حبيبتي يا خديجة، أنا خايفة عليها. كلهم هلأ عندها، وكمان فريال وألفت. اطمني مولاتي. ما بدي أي إهمال يا درة، بدي إياك تهتمي فيهم منيح. لا تشغلي بالك يا سلطانة، أنا رح روح لعندهم بعد شوي ورح أكون تحت تصرفهم بأي وقت. مولاتي عذروني مبارح ما قدرت إجي وبارك لكم، كنت تعبانة. ألف مبروك لجلالتك، والله يطول بعمر السلطانة وابنها. آمين. شكراً يا هيام، بفضلك الولد صار يتنفس ورجع للحياة. قررت أعمل سبيلين مي للفقرة يا مولاتي، وبدي أعمل بالبلاط حمام طبعاً من بعد إذنك، وإذا كنتي موافقة مشان نبلش فيهم. الحمد لله الناس كلهم عم يدعولي، ونفسيتي مرتاحة ومبسوطة. إن شاء الله على طول تضلي هيك، وهذا هو المهم. أنا مولاي السلطان كتير مبسوطين مع بعض.
الله يديم علينا هالنعمة هي. ليش أنا مانعك؟ روح جيب اللي بدك إياه. لأنك أنت على طول برا يا سنبل آغا. شغلي لفوق راسي أنا. قل له لويام، مو عأساس هو بيحب الشغل كتير؟ شو عم تحكوا عني أنت وياه؟ مو ملاحظ إنه طولان لسانك سنبل؟ ليش جيت أنت؟ أنا ما قلت لك ما بتفوت لهون؟ ممنوع؟ السلطانات بالجنينة عم يستنوا العصير والحلويات. انت مو بس تارك شغلك، كمان ما عم تخلي التانيين يشتغلوا. يا صبر ايوب، ليك سكر تمك وانكتم. شو يا بس؟ وكمان متعطر؟ شو لوين اليوم رايح؟ عجهنم اللي ان شاء الله تحرقك. وجاي تحاسبني؟ فسفوس. هاد لوين انقلع؟ والله ما بعرف يا ويام. اكيد رح اعرف. وئام لوين رايح؟ عالجهنم الحمرة رايح. بعدين انت جاي تحاسبني؟ العامة يضربكن. حضرة السلطانة خلينا نروح نشوف ابن عمته خديجة اليوم. ان شاء الله بكرة منروح ومناخدك معنا يا حلوة. سمعتي يا كوثر شو حكت هالحقيقة؟ حتموت من القهر يا سلطانة، لا تهتمي بكلامه أبدا. مولاتي، إذا كان الوقت مناسب في موضوع مهم حابة إني أحكي لكم إياه. الوقت مناسب، قولي شو ما بدك. الحرم لك كأنه صار شوي ضيق، ما عم يسعنا. كنت حابة إني هالأفكار من وين بتجيبيهم؟ جناح خديجة القديم هلأ هو تحت تصرفك، وأصلا عندك جناحين، وهالجناحين بكفوكم. وإذا لازم يصير هالشي فرح يكون لمصطفى. هلأ إجا دوره هدر الأموال بدون داعي، شغلة مو منيحة وما لازم نتعود عليها. بعدين أساساً هذا مو شغلك، أنت اهتمي بولادك وبس. سلطانتي بعد إذنك بدي روح على القصر. إبراهيم حاول ما تطول، مو حابة ضل وحدي. أنت مو لوحدك يا سلطانة، أنا ما رح روح، رح ضل عندك. لا تقلقي ما رح أتأخر، إذا احتجتوا أي شيء بس ابعتولي خبر. ها ست فريال، اهتمي بالسلطان منيح. أمرك يا باشا. يا ربي رجع يبكي، أنا متأكدة إنه موجوع مريض. فريال روحي جيبي الحكيمة. سلطانة لا تقلقي، بيكون جوعان لسه من شوي رضعته، لكن بيكون بده غيار. هاتي خليني نطفي. ما حدا طلب رأيك بشي فريال، عم قلك جيبي الحكيمة. حبيبي خلص، أنا ليتني جنبك. إجا بهالفترة مو عاجبني أبدا، باين عليها الهم كتير. وضعها ما طمني لما كنت عندها. معقولة يكون صاير معها شي وما بدها تقلي؟ انتي أبداً مالك مركز اليوم، مانك شايف الهدف؟ عيدة ما رح عيدة، أنا بدي روح. وقف عندك مصطفى، عملك وقف عندك.
تعال عندي قرب. انت لمين عم تدير ظهرك وتروح؟ نسيان اني ابوك وسلطانك بنفس الوقت؟ اذا مالك عرفان هي اسمها قلة ادب يا مصطفى. هذا التصرف ابدا ما رح سامحك عليه. يلا مولاتي السلطانة؟ شوفي ناهد دوران، ليش اجيتي؟ قلي لي صاير معك شي؟ عفوا منك مولاتي، بعرف انه هاد وقت راحتك بس من شوي خبروني انه ابن خديجة مرضان. قلي خبر، من شوي طمنوني، تحسن. نشكر الله، بعتذر لاني ضايقتك. استني، قولي ليش اجيتي؟ مصطفى بنوب مو مبسوط، قال بابا ما بقى عم بيحبني مثل الأول. حاولت كتير إني أحكي معه طول النهار نايم بالتخت. سلطانتي انت بس امريني، كنت وراكي بالممر، ركضت وراكي بسرعة بس ما لحقتك. شوفي سلطانة نيلوفر، شو انت كمان معهم؟ اشتروك كمان مثل غيرك؟ شو قصدك سلطانة؟ ومين هدول هن اللي اشترون؟ انت كذبت علي، ضحكت علي يا وئام. قلت لي ابراهيم جايب مرة وعلى طول عم يزورها بقصر الصيد. والله هن اللي هيك قالوا لي. اصحك مرة تانية تجيب لي اي خبر بدون ما تروح وتتأكد بنفسك. بدك تعرف كل شيء، روح وتأكد. سلطانة اذا في حدا بيعرف فهو بيكون سمبل. حاولت أعرف منه بس ما قدرت. بتعرفي هو بيخاف منك، إذا بعدتي وراه ممكن يخبرك الحقيقة. روح قل له بدي إياه. ما عم شوفه بالمرة، بيضلوا برات القصر. روح. طيب حاضر. خليوني جهزوا لي شوربة خضار. ست فريال اجت لهون اليوم ورجعت فورا. كيف بنتي خديجة؟ شو أخبارها؟ قالت لي إنه السلطانة خديجة ما أنا مبسوطة يا مولاتي، دايما هي معصبة ومتوترة، وكمان غطت التماثيل اللي بحديقة القصر. ليش سويتي هيك؟ كنت متوقعة تساوي هيك شي لهالتماثيل. قعدت هنيك لوحدة مو منيحة. إن شاء الله يرجع إبراهيم عن قريب بخير وسلامة. والله خايفة عليها، إذا بيصير شي لجوزها والله ما راح تسامحنا أنا وأخوها. سلطانة جيت أسألك إذا محتاجة شي لروح ساوي لك يا. شكراً ألفت. أعصابي متوترة وماني متحملة، مو قدراني أسمع شي، وعم زعل الناس اللي بيحبوني. أنت زعلانة مني شي ألفت؟ سلطانة أنا ما بفكر أزعل منك، بس أنا عم بزعل كتير لما بشوفك بهالوضع. قولي شي، احكيلي، مو منيح تضلي ساكتة.
والله الخوف رح يقتلني، خايفة أخسر ابني وزوجي بموت بلا إبراهيم. والله يا ألفة بجن إذا بيصر له شي. وقت اللي ما بيكون معي بحس حالي ما عم اتنفس. شعورك هاد بعرفه، أنا عشته يا سلطانة، وإنتي بتتذكري هالشي منيح. خسرت ابني والشخص اللي حبيته وضليت قوية لأنه الله هو اللي صبرني وساعدني على محنتي يا سلطانة. خلي إيمانك بالله كبير، ما فيكي تهربي من القدر، المكتوب رح يصير، ما فيكي تغيري قدرك يا سلطانة. لهيك لا بقى تفكري بهالشغلات وتزعجي حالك على الفاضي. إبراهيم باشا رح يرجع لك، وابنك رح يعيش، ولسه كمان رح تجيبي ولاد كتير إن شاء الله. طول الليل بقيت بقصر الصيد لأنه صار هنيك حريق كبير. شو هالحكي، معقول صار حريق بالليل؟ بس إن شاء الله ما حدا صار له شيء. بس أنت شو دخلك بالحريق؟ شو إلك شغل بقصر الصيد؟ ولك كيف أنا شو دخلني؟ مولاي السلطان عنده ضيفة كتير مهمة، المسكينة نفدت بعجوبة، اضطريت أبقى معها وأخذناها لقصر السلطانة خديجة لما طلع الضوء. ومين هالضيفة؟ وانت ليش مهتم؟ يلا كمل شغلك حشري. استغفر الله. خير، أمريني ست كوثر. السلطانة بدها تاخذ لها الأكل فورا. حاضر. ليش تأخرتي؟ خلينا نطلع عجنيني، أنا مليت. سلطانة، مو حابة تعرفي الخبر اللي جبت لك يا؟ من شوي كانوا شكري وسنبل عم يحكوا فيه. قولي. عم يقولوا مبارح بالليل صاير حريق بقصر الصيد، أنقذوا المرأة اللي هنيك وأخدوها سكنوها بقصر السلطانة خديجة، ورح تضل هنيك فترة. أنت متأكدة؟ متأكدة سلطانة، من شوي بس سمعتهم. معناته هالمرأة كتير بتهمه لمولاي السلطان. بالأول استضافة بقصر الصيد، وهلأ أخذها لقصر السلطانة خديجة، شو قصته؟ يعني الخطر يا كوثر عم بيقرب منا. تفضلوا يا أميرة. هدول الرسمات والطاولة والصالون تشبه قصورنا تمام. شي غريب؟ لا تستغربي، إبراهيم باشا ذوقه كتير رفيع وبيحب كتير هالشغلات، وكمان في تماثيل بالحديقة. أنتو ليش مغطيين التماثيل بالحديقة؟ مصطفى، حابة أعرفك على ضيفتنا الجديدة. كومو استا أنتي؟ غراسياس، كومو استاس؟ أنا كيو استا بينيا، كومو استا أنتي؟ سي مي تراخو بارا باسار اون تيمبو ديسبوس مي فو. برافو مصطفى، صاير عم تعرف تحكي منيح. عم ادرس كتير، حابب فاجئ ابراهيم باشا بس يرجع لهون. تفضلوا. شو عم يكبروا بسرعة؟ يا ريت لو جبتي لمحمد. محمد بالدرس مولاتي. سلطانة؟ أهلا وسهلا، تفضلي عادي. مولاتي من بعد إذنك، مصطفى عند عمته بدي روح مشان جيبه، وهيك بكون شفت السلطانة خديجة شوي. سلطانة حابة تبعتي لها شي معي؟ لا تتركوها لوحدها،
خديجة هلأ كتير بحاجتكن. هيام، إذا بتحبي تعالي معنا نتسلى مع بعض. شكراً كتير، بس أنا ما فيني. ليش؟ ما عندك شي هلأ، خديجة رح تنبسط فيكن.